ماذا الاستخسار؟ شو يزدوك ما مشي خسن الدم ما مشي دواري الدم؟ ولذلك يوقع الخالي أن نخرج شنغان في الصلاة والعياذ بالله. السبب لأنه ولي العلم، السبب للتكبر، السبب نقيم الاستقصاء أهل العلم. ربي قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا الاستقصاء، شوف ولي الدم يروح يزدوك أبو يستقصي الناس اللي يوصلوا تتشاف، ولكن من بعد السن بأن غاسج الخطأ بالصلاة الناس فالناس يا رسول الله عالم المنية شنية أبو خسن قرش ودي والسنة لا حيولة للسنة ألي على الفقهاء لا على العلماء لا حيولة للسنة يمين حكا أسنى نسشن في الصلاة النبي تحت الصلاة شكرا مقبولة يا أخي قبل أن تزدين شو الصلاة اشترى حياة مذكورة أدب في يوم القيامة وديك بوخار وخاصة في مزيس ويتيش ما يمير لأنه وزد وزد الصلاة يخل هذه النبي عليه الصلاة والسلام الزوج تخور يعني مليش انه اخي يوحي اذا من نوالك النبي صلى الله عليه وسلم يبطر الصلاة ثم يسمى يا رسول الله علمني خميس من ديك النبي صلى الله عليه وسلم الناس خمي غير قوم لي الصلاة اتدرمي من ذلك الصلاة تعتاد لدي القيام اتدرمي شيء اربع اشهر لاعتدال للركوع السجود لاعتدال ثم بعد ذلك تكمل الصلاة يزدعى في رواية اخرى رواها أبو نعيم أبو يعلى وغيرهم والأجري والبيهقي والطبراني وابن عساكر وصحح الحديث ابن خزيمة وذكر الحديث الشيخ نصر بن الباني رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي النبي زرى الجن ويتم الركوع ثم إنقى صلاة أخذني القارو يزيد طب شيل قارس أخذني بمشي القبو يزيد لم يزيد جلس فلا انتهي زريف النبي صلى الله عليه وسلم الحديث كما بينا صحة العلم من العظام يمنع عليه الصلاة والسلام يمي يكملون الصلاة النبي الناس اللي يميني الزفز الناس لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد الناس النبي قوانا لا يموت قد ورد يتزجر ولكن ما لا يموت الحالة يتمتع يتمتع على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم كتبنا النبي صلى الله عليه وسلم ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم يعني الغراب بغض تخزح من قبل إلى المنمش قطع ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام مثل الذي لا يتم ركوعه ولا يتم سجوده ويتم مع الركوع والسجود ولتو العياذ بالله الصلاة نسي بالطريق النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه إن ليس أنه ما يكون والديك انت على غير إلا بمحمد لأنه وللنبوى الركوع التام وللنبوى السجود التام وإنما ذني نقر الديك أو نقر الغراب يعني ما يمشي خارج النبي صلى الله عليه وسلم كما ينقر الغراب الدم ثم من رواية أخرى عن الإمام أحمد ساقه في مسنده وروى الحديث إلى الإمام الطبراني وصحح الحديث الشيخ نصر الدين الألباني رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينظر الله تعالى لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده يقام النبي صلى الله عليه وسلم في علم ويحذره غصلا من المواء الذي لا يتم يعني الركوع على السجود يعني لا يقيم صلبه نيشان ديك الصلب نيشان ديال الركوع السجود خاطر يبين المسألة هي ثالثة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة السماء اللي هو نفس اللحظة القضية هي ثالثة لأن شحال من واحد يتزجى ولكن ما شاء الله ما ديال الصلاة النص يزوج يتمشى يزوج النبي لا وإنما إما غاس نقر الغراب نقر الديك لا يتم ركوعها ولا يتم سجودها ولا إلى آخره ولذا والعياذ بالله هذه كل الصلاة النص في الصلاة باطلة فرقوا النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام ثم لا بد أن عارج نسيو شوية بعض الأخطاء يتقلوا لك أولا خلني نقرب على الصلاة لا بد من الأذان سوف يؤذن كل صلاة سيؤذن لا بد أن يؤذن الأذان يا إخواننا المؤذن خلني لا يؤذن خصيصا يستقبل القبلة قال القبلة يا أخو مثلا أنا لازم يستقبل القبلة نيشان ثم ما يقصد كيف السمسك مجانا مو قريبا مو الأسبوعين اثنين المد مجانا يستقبل القبلة ثم غادي يبدا بالآذان
واللي مش مسلم القرار ولا دارس السر يرفع الأذن يرفع، لأنه من غير السلم إيوا والنس يعني من غير الدم شجر إما السجار إما التمار إما الإزراء، واللي غير السلم والناس غير السلم إلا الناس يشهد يوم القيامة. اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم شوف الراعي منين يوسي هنا يا رسول الله إني أحب الغنم والبادية، الناس مش تخسر هذه دير كامبو تخسر هذا أبصر الناس اللي مش أصلا إذا كنت في باديتك وفي غنمك تزد وقت الصلاة أذن ثم ارفع الصوت، لأنه نعرف من إيش غيسرين إذا لاش يشهد يوم القيامة، إذا فارس يرفع الصوت المسلع داخل رحلته، إذا اللي يجيك أسلموا أن يستقبلوا القبلة ثم غنم عليه ثم يجبوا ثم يبدأ الله أكبر الله أكبر يقال رايوة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة خلينا حي على الصلاة الاستهزاء قبور النساء جيل نسوة واستهزاء قبور مع النساء جيل نفوسهم ويتجمع حي على الصلاة.